نواصلوا جولة العيد، وخاصة العائلات اللي ما عيدتش وما عندهاش القدرة باش تشري علوش العيد وما أكثرهم في تونس، خاصة أنه الأرقام تقول أنه فما ثلث التوانسة اليوم ما عيدوش. عيدك مبروك. وأنت بالأمثلة عايشك عايش خوي. أش عندك صغيرات؟ أربع صغيرات، الكبير فيهم 12 سنة ومريض. بيه لطف عليك. هي طلع الكاميرا الفوق، تسكن في بيت السطوح الفوق في بيته في السطح. شين خدمة يا مدام؟ ما نخدمش. ما تخدمش. منين تعيش في صغيرات؟ والله شاكي راجلي للمرج ده، هكلي يجيب كل يوم تعبد واحد، معناها هناك مريض بتبيع، مريض كونسير راجلي، يجيب في متعبد واحد من الهلال الاحمر نتاع نهج الباش، يعطوه في متعبد واحد، وحباب ربي كل مره واحد يهنوا يمد له حويجه. الحمد لله ربي يشفيه راجلك. الحمد لله ايماني بالله. سرطان خايب والدواء نتاعو غالي ويحليله، لا عنده دواء لا عنده مالي لا عنده فلوس باش يداوي. الحمد لله. وزيد يقعد يبكي نهار العيد. الحمد لله. على العلوش احنا مخلي حد يبكي ان شاء الله. الحمد لله. انا على صغاري. ما على صغاري. الحمد لله. توا تمشي تزرب وتاخو الساتور وتجيب السكينه وتذبحي وتبخري وتعملي كل شيء. يعيشك وربي ينوركم وربي يسعدكم بجاه النبي وكل ما هو رحمني في صغيراتي. يا مالك برا جيب العلوش يا مالك. عايش. احنا ما نوريوش وجوه الصغيرات، ما يتعديوش الصغار. قصرين. قصرين قصرين. صغيرين. الكبير راني وريته لك، الكبير هذاك المريض. خليهم يقعدوا، هبط لها علوشها. يعيش. هز انت العلوش. يعيش. ان شاء الله عيدك مبروك. يعيشكم. قدامك كاميرا على شكون تحب تعيد، يلا. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماما ايجا اوليد. ايجا خذ علوشك ايجا بابيش. علوش. انا علوش. خذ علوش. خذ علوش كاي هذاك علوشك انت. يظهر لي يظهر لي الصدمة يظهر لي الفرحة ما عادش تخليك تنطق. ها عايشك. نعيد على المسلمين الكل فهمت، واللي يرحم لي صغيراتي وربي ينوركم وربي يسعدكم. والحمد لله. هي ولاد تونس. الحمد لله. الحمد لله. تونسية. الحمد لله. هدية هدية مش اشحت شيء اخر، هدية هدية. الحمد لله. ربي ربي فرحكم اللي فرحتوا لي صغيراتي. وانتم بطبيعتكم في دياركم اليوم يوم عيد، تنجموا اقسموا علوشكم مع جيرانكم، اقسموا الحمل عندكم مع اللي نجمش يشري، اللي قادر باش يعاون فازي. وان شاء الله عيدنا مبروك التوانسه الكل في اي بلاصه. عيدكم مبروك. خليوك مدام توا. يعيشكم. هذاك علوشك. يعيشكم. وهذيك العولة. يعيشكم. ها؟ العولة اللي هي شريكة البستان. يعيشكم وفرحتوا لي وليداتي. ربي ينوركم. معنا باش نفرحوا الناس. يعيشكم اللي سامني في وليداتي، ربي يستروا وان شاء الله من ثواب الجنة بجاه النبي. يعيشكم. ونشكر المسلمين الكل اللي رحموا وليداتي. واحنا نشكر سبونسور نتاعنا سوكودال طماطم الوطن القبلي، يعطيكم الصحة وإن شاء الله عيدكم مبروك. عيدك مبروك. سي علينا وعليك. عايش. شنحوير؟ الحمد لله. بيه. أول مرة تونسية ساكنة في الجامعة، تعجبني. سي الحمد لله. قولي علاش تعجبني. الحمد لله. تخليش ولادك في الشارع؟ بيت ربي او لا؟ اكيد بيت ربي او لا. اكيد. معناتها واش عامله فيهم صغيره؟ الحمد لله. قديش عمار؟ واحد عمره 14 سنه، عنده طيفته واحد، وطفل عمرها 10 سنين، وطفل عمره عامين. بيه. وبالطبيعه نهار العيد مسكر الباب على رويحتك، ممكن توري وجهك لانه صغيراتك بلاش علوش. شو المجتمع التونسي كله ولا في عضحضاح. انا مانيش فوق راسي تاش، كلنا ولينا زويولة وانا اكثر منهم بشويه. مي الحمد لله. بيه. خوك جيك اليوم. مرحبا بيك. هكا ولا ايه؟ مرحبا بيك. والخو لازم يجيب علوش الاخت. عايشك. ها؟ عايشك. من خوك ولا ايه؟ اكيد كلنا وخيين توسا كل خويطة. قربوا لي هاك العلوش. مرحبا بيك. هاتك العلوش. بيه. هات العلوش. هات العلوش. اقرب اقرب اقرب. شد علوشك يا مدام. شد علوش. ايجا شد علوشك هكا. عايشك. باهي ولا اللهم صلي على النبي. ها؟ اللهم صلي على النبي.
ليه؟ بارك الله فيك. تحب واقرن بالطبيعة؟ الحمد لله لقينا وتشرطوا الحمد لله. الحمد لله. ليش مرحبا؟ هذايا العلوش لكن زاد عنا حاجات أخرى. عايش. معولة ولا تعول ولا؟ نعيش كل نهار ونهار. ليه؟ أعطينا العولة سامحني هيك تفضلي. هذيك عولتك الطماطم تاع عام السنيه بدينا نجربوا بالسيزون. هاو تبارك الله. بارك الله. هذه طماطم الوطن القبلي البستان التونسيه شديها شد العلوش لا يهرب. شديها هذيك العوله نتاعك. بارك الله فيك. ونحب نسالك علاش كنت تحب تعيد علاش كنت تحب؟ على الناس الكل الحبيب الكل والخيان الكل وتونس الكل. تونس الكل به. حبيت نسألك أنت تسكن في البيت نتاع الجامع يعني الحمد لله أفضل الحمد مكان الحمد هو بيت الله الحمد أه؟ الحمد فيه السترة الحمد وفيه الأمان وفيه الرحمة الحمد هكا ولا الحمد الحمد به. لكن أنت وصغيراتك علاش مخذيتوش دار نتاع التضامن الاجتماعي؟ عبيد عندها سنين الله تجري ومزلت مخذيتش. ما انا مش فوق راسي تيج ماني مزلت نستنى كي خلق قايده. والله جريت ووصلت صوتي وتكلمت لكن مازال مازال ما فهم حتى مازال مازال ماني بشرب. واحنا نختموا الريبورتاج نتاعنا في هذا العيد المبارك اليوم نحكيه على الرحمة ونحكيه على التعاون والتآزر. بطبيعة الحال العلوش هذية ما إله إلا هدية وما إلو برنامجنا إلا مثال صغير فقط لروحكم أنتم التوانسة البهين. كل واحد في منطقته ينجم يخرج شوية الحم ويعطي الجارو اللي معه يدج. نجم أنت في كل وقت تاخو الطابق كما نقولوا بلاجتنا الدرجة والربع العلوش الصدقة اللي لازمه يخرج من الضحية نتاعك وتعطيه لأي مواطن ما عندوش. ونفرحوا الناس الكل. عيدكم مبروك وين ما كنتم التوانسة في الداخل وفي الخارج. ونكمل الريبورتاج متاعي بسؤال سألته برشا مرات لكن اليوم نعاود ونكرروا في العيد الاضحى المبارك. أنتم يا مسؤولين الدولة خسرت عشرات أو مئات المليارات من أجل برامج المساكن الاجتماعية. المساكن الاجتماعية تسكنها الفئران. المساكن الاجتماعية تخلعت. المساكن الاجتماعية سرقت وإلى حد الآن التوزيع معطل. نساء وأطفال صغار فيهم اللي يسكن في بيت ربي في جامع فيهم اللي يسكن في الأنهج فيهم اللي ضايع والأمثلة مؤسفة في الجمهورية كاملة. فيقوا ورسالتي إلى رئيس الجمهورية في العيد المبارك رام التوانسة قاعدين يسكنوا في الجوامع قاعدين يسكنوا في البطاحي قاعدين يسكنوا في أماكن تسكنها الفئران وفيها صغيرات فقط. رام المسؤولين والولايات نسطرها الى اليوم ما حلوش المشاكل نتاع المساكن الاجتماعيه والديار قاعده فارغه والتوانسه مطيشين. وان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.